تحياتي واهلا وسهلا فيكم في جوله هيك سريعه اخباريه حبيت اعملها الليله بما انه ما فيش كثير مباريات مهمه كان اليوم. وخليني اوضح شغلات سريعه. طبعا سيلفي مدريد وبرشلونه هم في بطولات الدوري، شفت ناس بيسالوني عن كاس الملك وكاس السوبر، سيلفي مدريد وبرشلونه لانهم ببطولات الدوري، يعني لو دخلت بطولات الكاس والسوبر بصير بدي اعمل 50 60 حلقه عن مدريد وبرشلونه، وهذا الشيء بزهقكم مني ومن وجهي صراحه، يعني انا بزهق من حالي ساعتها. خلينا نعمل هاي الجولة اللي بحب أعملها كل فترة هيك، ثلاث أخبار سريعات بحكي وجهة نظري على السريع. ريكي بويغ، برونو فرنانديز، موراتا هم ضيوفنا. قبل يومين أنا لفت انتباهي جدا تصريح بويغ لما قال أنا طلبت أشوت الركلة الأخيرة، وبصراحة هذا درس إلنا جميعا. أنا هذا الولد من السنة الماضية وأنا حابه، حاب شجاعته من لما كان ينزل مع كيك الستين ويتشجع ويحرك ويلعب وما يخاف من اللقاء، مع انه عارف انه اي غلطه الكل حيحملوا المسؤوليه عشان بدهم مش يحملوها للاسماء التقليديه بالفريق. فالرجل شجاعته لافته في الملعب، لعبه حركيته ممتازه، بده شغل، بده شغل، لسه لاعب صغير بده يتطور، بده عمر، بده احتكاك، بده خبره وبده شغل بدني حتى، لكن بشكل عام هو لاعب بده يفوز، وهذا اللي محتاجه برشلونه بهاي الفتره، محتاج لاعب بده يفوز، لاعب بده يثبت نفسه، مش لاعب بده يلعب كعب ولا لاعب بده يستعرض، لا محتاج لاعب بده يفوز. وكلامه عن نفسه بوريك قد ايش شجاع، واحد عارف حاله لما يروح يشوت هذيك التسديده مش معناها والله فايز وبطل وجايبها، لا، لانه ممكن يضيعها، ولو ضيعها حينحرق للابد، وكومان حيقول انا على حق شفته انا مش ظالمه. لكن هذه الشجاعه لريكي بويغ بتخليني احبه، فعشان هيك انا بحب ريكي بويغ، بحبه لانه شجاع، وبحب اي لاعب شجاع، واي لاعب كره قدم بيلعب عشان يفوز ومستعد يعمل اي شيء يخاطر، يرمي نفسه فعلا وكل اوراقه يرميها على ارض الملعب، بس انا بدي اثبت نفسي. هذا لاعب لازم ينحب، لازم تحافظ عليه، لانه بعض الاحيان مهما كانت المهاره عاليه ومهما كانت الجوده عاليه، لو القلب مش كثير له علاقه في كره القدم حيكون كثير بعيد انك تقدر تستقر لفتره طويله. ننتقل لموضوعنا الثاني، برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد. طبعا برونو فرنانديز بيدخل مباراه يونايتد وليفربول تقريبا اهم لاعب في المباراه لسبب واحد، كلوب تصريحاته المتكرره على ركلات جزاء، رد سولشاير، رد برونو نفسه، بخلي الجميع يطلع على برونو فرنانديز انه اللاعب اللي بيسجل كثير ركلات جزاء، واللاعب نفسه سخر من الكلام كثير عن ركلات جزاء وقال ما بيحكوش عني الا بسجل من ركلات جزاء وانا مش لعيب، وهذا الكلام اكثر من مره. لفت انتباهي اليوم في تقرير بالجارديان بيقول ببساطه انه برونو فرنانديز غير من اول ما اجى يونايتد، الفريق كله تحسن معاه، تاثيره ملموس، لكن برونو فرنانديز هذا الموسم ما ظهر تاثيره ولا مباراه كبيره الا عبر تسجيل ركلات جزاء مع توتنهام، ما شفناه مع ارسنال، مع السيتي، مع باريس سان جيرمان، في الخروج من دوري الابطال برونو فرنانديز ما بيظهر الا بركلات جزاء بهذا اللقاء حسب كلام الجارديان، اللي بتقول دوره وتاثيره الفني محدود في المباريات الكبيره وهذا شيء ملموس بالنسبه له. فكان العنوان مباراه ليفربول حتخلينا نعرف لاي مدى تاثير برونو فرنانديز كلاعب كره قدم، هل هو اللاعب اللي ممكن فعلا يخلي كل لعبة يونايتد يبدو افضل في كل المباريات الصغيره والكبيره، ولا فقط المباريات العاديه وبالكبيره ما بيكون له نفس التاثير، فبالتالي برونو فرنانديز عليه ضغط رهيب 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 قبل مباراه ليفربول. ننتقل للتصريح الثالث، موراتا بيتكلم عن رونالدو وبيتكلم بشكل جميل جدا. سالوا عن سر تفاهمه مع رونالدو، فكان انا سر تفاهمي مع رونالدو قائم لاني بلعب معاه من زمان، لاني بعرف شو بده في الملعب. وشرح هدفه مع بارما، قال كل اللي عملته رفعت كرة عالية كثير ما حدا بيوصلها إلا رونالدو، فهو وصلها وسجل. فأضاف إنه أنا دوري في الملعب أسحب اللاعبين اللي بيكونوا كثير متراكمين على رونالدو، لأنه رونالدو يتعرض لضغط من لاعبين لثلاث لاعبين، فدائما مراقب، فأنا دوري أسحب واحد أو اثنين من هدول ورونالدو بيرتاح. هذا التصريح تاع موراتا بيشرح ليش رونالدو لما يلعب مع ديبالا ما يكون بنفس الأريحية لما يلعب مع موراتا، وبيشرح ليش لازم اليوفي يجيب رأس حرب بالشتاء ما يستنى، لأنه لما يصاب موراتا رونالدو كثير بيفقد جزء من المساحات اللي بتنتاح له، رونالدو محتاج لاعب يسحب اللي ضغط الكثير، لأنه الطليان ممكن يدافع ضدك ب10 90 دقيقة ما عندهم مشكلة واثنين متخصصين فيك. فتصريح موراتا بيشرح دوره وبيشرح انه هذا ديبالا ما بيقوم بهذا الدور، فهو تصريحه صح مدح لرونالدو انه بوصل اماكن ما بوصلها وانه اللعب معه شيء عظيم ومؤثر وكل هذا الكلام، لكن ايضا بيشرح الفرق بين موراتا وديبالا لما يشاركوا كريستيانو رونالدو، وهذا الشيء رساله كانه اوكي هو كان يمدح بس هي رساله لاداره يوفنتوس. هذه جوله سريعه من العناوين اخذناها مع بعض، وبسمع تعليقاتكم على كل خبر، والسلام عليكم.